مطالبة عاجلة أطلقتها الشرعية اليمنية لإنقاذ البلاد من الخطر الزاحف من الشمال. وزير الخارجية المكلف طالب بشكل مباشر الدول العربية بالتدخل العسكري السريع لمنع سقوط العاصمة المؤقتة بيد الإنقلابيين الحوثيين. طلبت بكل وضوح أن يكون هناك تدخل عسكري مباشر من كل الدول العربية القادرة، وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية. رأس الدبلوماسية اليمنية قال أيضا إن تطورات الوضع والتمدد الحوثي نحو الجنوب سيكونان أساسا لاجتماع وزراء الخارجية العرب. غدا إن شاء الله سيكون هناك اجتماع استشاري لكل وزراء الخارجية العرب خاص باليمن. تصريحات وزير الخارجية أكدها نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي بتلقي الجامعة العربية طلبا يمنيا رسميا بالتدخل العسكري. التحركات الدبلوماسية تعقب تصعيدا للإنقلابيين الحوثيين ومحاولة السيطرة على قاعدة العند الجوية مقر تواجد الرئيس عبد رب منصور هادي. مصادر عدة مقربة من الرئيس أكدت بقاؤه في عدن ومزاولته مهامه من مكان آمن. الرئيس موجود في عدن وهو يرتب الأمور ويحاول أن يشارك أبناء عدن الباسلة الصمود والتوحد. هجوم الإنقلابيين الحوثيين وحلفائهم على عدن يهدف وفق مراقبين إلى خلط الأوراق واستباق أي قرار أممي لمحاولة إطلاق جولات الحوار من جديد. مصطفى خطيب، العربية.